السلام عليكم. السلام. الله ينور عليك. حاجة جميل. حاجة جميل. السلام عليكم. الكافيتريات دي الحيطه الصلب اللي من الناحيه دي صماء عشان في الشتاء بيبقى فيها هواء وفي نوات، فتقدر الكافيتريا تشتغل ويفرش هنا ويبقى محمي بالكافيتريا نفسها من الهواء، عشان يبقى في فترات الليل والنهار يقدر يشغل الصبح بيفرش هنا وبالليل بيفرش هنا. اتفضل اتفضل اتفضل. تعال تعال لا انت مش هتقف، انت هتخش كلكم مع بعض كده. يلا مع بعض. مش دي بلا. لا ده انت. لا 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 والله اتفضل. واحنا سعداء. يلا مع بعض. يلا مع بعض. مع بعض كله. يلا يلا مع بعض. الف مبروك. بين المحافظات في كل الانشطه. ولا المسابقه ايه؟ كل الانشطه عشان ندي فرصه لنفسينا وليكم ان انتم تطلعوا الحاجه الجميله ديت بس. شكرا. ان شاء الله نعمل المسابقه ديت على مستوى المحافظات كلها من كده يعني ان شاء الله. حاجه جميله حاجه جميله. السلام عليكم. مدخول اللي ورا ده. كل ده تشكيل بالسلك بس ثانية، وبعد كده حطينا الألوان وحطينا طبقة بوكسي كده. ممكن ده كنسول استخدمنا برضو هنا، عملنا كنسول أنا عارفة في الوصفة.
هناك حاجه حلوه. ميرسي جدا. ان شاء الله هنعمل المسابقه ديت ونخش بقى وجايز لنا بسرعه. ان شاء الله. صحيح؟ صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا ريس؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انا ياسمين. احنا اتقابلنا قبل كده مرتين. انا سعيد. اهلا بحضرتك. ازاي صحتك؟ الحمد لله. ده شغلي كله. احضر كريمه. وانا كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك في كنت عايزه احضر الماجستير. انا حاليا خلصت الماجستير وحضر دكتوراه. ما شاء الله. الف مبروك. الله يخليك يا رب. انا اتشرف والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يعني انا بستنى اليوم ده. يعني ربنا عالم عشان بيديني حياه وطاقه قد ايه. ربنا يديك الصحه. ودي حاجه بسيطه مني جدا. دي جميله جدا. دي من حجر الفيروز. ما شاء الله. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا نفسي امنيه حياتي ان انا ادخل فرقه الموسيقى العربي. انا بعزف اورج كويس جدا والله. واعزف قدام حضرتك دلوقتي. انا في اي وقت. لا لو الاورج جاهز انا اسمعك دلوقتي. لكن ماشي. حاضر حاضر. الله يخليك يا رب. احنا ان شاء الله زي ما قلت لزميلاتك يعني واحنا جايين ان احنا هنعمل ان شاء الله على مستوى المحافظات مسابقه تاخد لها اسبوع تاخد لها 10 ايام. تمام. كل الانشطه في الرسم وفي النحت وفي الموسيقى وفي التمثيل وحتى في المشروعات الاخرى اللي بتتعمل ان شاء الله. هيبقى عندك فرصه. لكن احنا يعني حاضر. الموضوع حاضر. لازم اديها فرصه. حاضر. الله يخليك. انا جاهزه. انا بعزف بقالي 10 سنين. ما شاء الله. لا قوه الا بالله. امنيه حياتي ان انا يعني فنانة عظيمة كمان. الله يخليك. انا حاولت ادخل كتير قبل كده ما عرفتش. ازاي يعملوا معاك كده؟ لا اللي هو يعني هو يشترط في شروط معينه. بس انا خدت الماجستير في مجال الدراما الموسيقيه. ايوه. ف يعني انا امنيه حياتي ان انا يبقى لي المجال ده. المجال موجود. الله يكرمك. احنا محتاجين. الله يخليك. مبسوطه ولا لا؟ طبعا. عايزين نعمل ايه بقى؟ نعمل يا خور. طبعا. انا بس ده كفايه. كفايه ان انا قابلت حضرتك كده. ده اللي كفايه اللي انا قابلته. ونفسي ابقى معاك على طول في اي حاجه. ابقى معاك على طول. انا يسعدني ويشرفني. ربنا يخليك. وحاجه جميله وبشكرك على الهديه الجميله دي. ده حاجه بسيطه. يا نهار ابيض. مين قال؟ ربنا يخليك. دي حاجه جميله جدا. كتر خير. الله يخليك يا رب. مش عايزه حاجه تاني؟ عايزه اقابلك تاني. حاضر. احنا ان شاء الله في الاحتفال بتاع الموسيقى ده العربية نسمعك ان شاء الله. وفي اول احتفال جاي. طب حضرتك عايز تسمع عشان اجهزه بقى من دلوقتي. الله. مش عايز مفاجآت يعني؟ انت تحب تقولي ايه على انا اعرف ان حضرتك بتحب القلب يعشق. القلب يعشق. ايوه انا اعرف كده. خلاص اللي انت يعني يبقى يسير عليكي انا هسمعه. خلاص. هيسعدني والمصريين كلهم هيسعدوهم كمان. الله يكرمك يا رب. متشكر جدا. العفو. مش عايزه حاجه تاني؟ تشرفتني. ربنا يخليك. ويخليكي. ربنا يخليك لي يا رب. يحفظك يا رب. متشكر. متشكر. السلام عليكم. الصحة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خليك. ده شغل بالايبوكسي والخشب خشب. خشب وده ايبوكسي. وبستخدم توليف الخامات وتدوير البيئه. يعني الخشب والورد المجفف والايبوكسي وبعض اعمله وصنعت منه صواني. يعني منتج مصري من انتاجي. يعني الحمد لله. يعني تعليم السوق ماشي كويس. الحمد لله. انا بسوق بتطلب مني منتجات وبدات دي عينات الترابيزات بقى الكبيره والديكورات الداخليه في الشقق بتطلب مني حاجات من دي كويسه الحمد لله. يعني الامور ماشيه. الامور ماشيه الحمد لله. الحمد لله. نورتنا والله. كتر خير. بجد الله شرفتنا. شرفنا بيك. شرفنا بيك والله. الله يخليك. شكرا. السلام عليك يا ريس. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيكم؟ شكرا. ازي سيادتك؟ شرف لي. ده شغلكم؟ شغل الرهيبات ديرك بيت الياس. هنعمل مسابقه ولازم تخشوا فيها. صحيح. متشرف. هنعمل مسابقه على مستوى المحافظات ونخش بالمنتجات الجميله دي. احنا عاملينها خدمات للكنايس. يعني نساعد اللي بتعملوه. دي حاجه جميله. الخدمه للناس حاجه حلوه. يا رب نعرف نخدم. ديرك بيت الياس يعتبر اول دير رهبنه في العالم. أول دير رهبة في العالم. أيوه أيوه. ست دميانة هي الأساس الرهبة. نعم. هي أيوة. ولد أيوة. إحنا سعداء بيكم. ربنا يخليك. متشرفين. ربنا يخليك. وهنبقى سعداء إن أنتم تشاركوا في المعرض القادم ده بمنتجات طبعا زي ما أنتم عايزين. ربنا يخليك. ده شغل الرهبانة الرهبات تطريز يد ومكن وشغل الأساقفة والكهنة. حاجة جميل جدا جدا. ربنا يخليك. ده أنا اللي متشكر. احنا متشكرين جدا جدا. ربنا يوفقكم. حياتي لهم. كتر خير. متشكر. حياتي لهم. ربنا يخليك. ساتر رئيس. شكرا. أهلا بيكم. أهلا وسهلا. ده شغلكم؟ إن شاء الله. والسوق ماشي كويس؟
الحمد لله. لا صحيح. الحمد لله. والمعرض اللي عملنا في اياد مصر بدا يعني الشغل يظهر تاني. معاكي طبعا ناس بيشتغلوا جروب كبير والمحاضره وحضرتك نفس الكلام مش كده؟ والسوق ماشي كويس الحمد لله. شوف انا هقول لك الفكره اللي احنا بنقول عليها ان احنا نعمل مسابقات والناس تشوف الحاجه ديت على مستوى مصر وحتى الناس اللي بره يشوفونا هيبقى فرصه كويسه. هيبقى فرصه كبيره. ولو في اي حاجه ممكن نعملها احنا تحت امرك. الله يبارك. والله ما هي بدايه المعرض اللي هو اتعمل لنا عيد مصر بدا يظهر على الساحه وكده ونكرر تاني وتاني ان شاء الله. مش عايزين حاجه. حضرتك الله يبارك. كتر خير. مش عايزه حاجه. الله يبارك فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد بلقائكم. خلي بالكم انا كنت لسه بقول يعني الحضور اللي موجود ان احنا هنعمل مسابقه في كل شيء بما فيها الموسيقى. فعندكم فرصه كويسه ان انتم بقى تجهزوا تشتوا فريق مع بعضكم ان شاء الله كده تجهزوا حاجه للكلام دوت يعني. ده انا اللي شرف عزيز ان انا اشوفكم. صباح الخير. شباب زي الفل يعني. ويحفظكم ربنا. متشكر. اهو الفرصه اهي والامتحان اهو. تعال اتفضل على مهلك. تعرفي انا عازف حاله بسيطه الفنان عمر خيرت. طيب اوكي اتفضل. حاجه جميله جدا. حاجه جميله جدا. شكري. سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. حاجه جميله جدا. اهلا بيكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شغلك معاكي. احب اعمل انفس على الجلد. انا في نفس الفيال كده عصر البارون على الحمام. برجع للقرون الزمان الوسطى والقرن التاسع عشر والثامن عشر على طريقه النحت على كمان الخشب بنحته على الجلد بقى الطبيعي. لا حاجه جميله جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. كتر خير. شكري. السلام عليكم. السلام عليكم. كتر خيرك. بحبك قوي قوي. كتر خيرك. شرفت ونورت الاهليه كلها. الاهليه منوره باصحابها. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. حاجه جميله جدا. ربنا يخليك لمصر كلها. كتر خيرك. ممكن اعرف دي بربين دي ايه؟ يعني وانا باخد من ماي ايه؟ معلش. طيب حاضر. تشكر. شكرا جزيلا. سلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. شغلك؟ ما شاء الله. خشب ولا خشب طبيعي؟ كله خشب، كله خشب طبيعي. هاند ميد ناحيه ده انتاج مدينه الاساس. مدينه الاساس، مدينه الاساس. انا وشيت مدينه الاساس. وده خشب طبيعي كله، كله خشب طبيعي وناحيه. حاجه جميله جدا، ده شرف ليا يا فندم. كتر خيرك. شرف ليا. لا والله حاجه جميله. انا عايز اقول لحضرتك كل سنه طيب. اول وانت طيب الناس في عيد الميلاد ان شاء الله. وانت طيب. حضرتك عيد ميلاد 19 11 وانا حظي حلو ان انا نفس الكلام. حظي الله يكرمك. ده اللي حظي. انت نورتني والله، نورتني يا فندم. سلام عليكم. سلام عليكم. حاجه جميله.